بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الحقيقة هناك موضوع مهم جدا نود أن نتأمله معكم اليوم. كثير من الناس يتساءلون عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. طبعا معظم الناس يتساءلون لماذا؟ لأنه يريد أي شيء أو أي طريقة سريعة ليحقق مكاسب عاجلة، هذه هي الخلاصة. الذي يتعرف إلى الله عز وجل أيها الأحبة تتغير نظرته بالكامل، يصبح همه الآخرة وليس الدنيا. نحن للأسف أصبح همنا الدنيا والمادة، ونريد أن يعجل لنا الله هذا الخير اعتقادا منا أنه خير، وقد يكون شرا لك وأنت لا تدري. طيب، الله عز وجل قادر أن يرزق كل العباد الكثير من المال، ولكن هل هذا صحيح؟ يعني هل هذا يصلح العباد إذا جعلهم كلهم أغنياء؟ طبعا لا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله عز وجل أيها الأحبة له أسماء حسنى، كما أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وكلمة الإحصاء هنا لا تعني أن تجلس وتعد، لا، من أحصاها، من حفظها ودعا الله بها دخل الجنة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، يعني أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم. طيب هل هناك اسم أفضل من اسم؟ يعني لا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. لذلك يعني أنا شخصيا أيها الأحبة بعد اطلاعي على القرآن وبعد تعرفي إلى هذا الإله العظيم، تعرفت إلى الله من خلال كتابه، لم يعد لدي هم هذه الدنيا، مع العلم أن الدنيا تأتي يعني هكذا، يعني تأتي راغمة قانعة، ولكن أنت لا تهتم بالدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يعني ليس بالنسبة لي قضية مهمة أن اسم الله الأعظم أن أبحث عنه. لماذا؟ لأن كل أسماء الله فيها خير وفيها استجابة الدعاء. أنا بالنسبة لي أعتقد أن هناك اسما أعظما إذا دعي الله به أجاب، ولكن هذا الأمر أخفاه الله عنا رحمة بنا، لأنك أيها الإنسان قد تدعو بأمر فيه شر لك، قد تدعو تقول يا رب ارزقني مالا لا يحصى، فإذا رزقك هذا المال، لو قدر لك أن تعرف ما هو الاسم الأعظم وتدعو به واستجاب الله لك وأصبح لديك ثروة قارون مثلا، وطغيت وتكبرت ثم خسف الله بك، يعني الله أعطانا أمثلة، عندما خسف بقارون، عندما استكبر قومه كانوا يقولون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا كان رد فعله؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، لم يرد العلم لله، قال أنا مثل إبليس أنا خير منه، فخسفنا به وبداره الأرض، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أصحاب الدنيا الذين كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يعني هؤلاء أحدهم لو كان يعلم اسم الله الأعظم لكان دعا به أن يكون له ثروة مثل قارون، لأنهم كانوا يقولون بالأمس،
يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طبعا الذي لديه العلم نظرته مختلفة أيها الأحبة، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فبعد أن خسف الله به وبداره الأرض، ماذا كان رد فعل الذين تمنوا مكانه بالأمس؟ قالوا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وفي قراءة لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. في هذه اللحظة أيها الأحبة الذي كان يتمنى مالا مثل قارون أصبح يقول الحمد لله، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، الحمد لله أنه أن الله لم يعطينا مثله، لأن النتيجة هي الخسف. لاحظتم أيها الأحبة، فالله عز وجل عندما حجب عن البشر اسم الله إلا من أحب من عباده، إلا من أراد، إلا من شاء سبحانه وتعالى، حجب عنا هذا الاسم رحمة بنا، لأننا لا ندري أين هو الخير. لذلك أحبتي في الله، كل أسماء الله هي خير. طبعا هناك روايات أنا اطلعت عليها في التفاسير وفي بعض الأحاديث أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وهناك من يقول هو اسم الله نفسه هو الاسم الأعظم، وروايات كثيرة جدا. أنا بالنسبة لي كما قلت لكم، أنا تعرفت إلى الله عز وجل وأحببت هذا الإله العظيم، وأنا أدعوه وأناجي، أقول له يا رب اختر لي الخير. أنا لا أقول يا رب أرزقني المال، ولا أقول أعطني كذا وكذا، أنت اختر لي الخير. وهناك حديث أيها الأحبة، أنا يعني هذا الحديث مؤمن به تماما وأعمل به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث قدسي عن الله عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي. كيف يعني؟ يعني إنسان بدلا من أن يدعو 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 الله كل يوم، لا، هو منشغل بالقرآن، منشغل بالدعوة إلى الله، منشغل بذكر الله، يحفظ القرآن، يتدبر القرآن. من شغله القرآن وذكري عن مسألتي، يعني أن يسأل الله ويقول يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب يا رب، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لاحظوا أيها الأحبة، الإنسان الذي ينشغل بالقرآن وبكلام الله وبحب الله تبارك وتعالى يعطيه الله أفضل شيء يعطيه لهؤلاء السائلين، يعطيه أفضل منه، سبحان الله. إذن أخي الحبيب، أنت أعمالك مكتوبة، والله رزقك مكتوب منذ أن كنت جنينا، عمرك 42 يوم، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها كذا كذا كذا، وكتب 4 كلمات، من هذه الكلمات الرزق. رزقك مكتوب منذ أن كان عمرك 6 أسابيع فقط في بطن أمك، الرزق محدد، فلا تتعب نفسك. أنت أدعو الله، قل يا رب أقدر لي الخير حيث كان وردني به. وطبعا الإنسان يقول يا رب أرزقني، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال: فإنها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. فإذا الدعاء مع كثرة الذكر مع قراءة القرآن وتدبر القرآن، هذا هو حال المؤمن. وقل يا رب أنت اختر لي الزوجة المناسبة، يا رب أنت اختر لي العلم الذي تحبه وترضى، يا رب اختر لي العمل الذي يرضيك عني، يا رب اختر لي الرزق الذي يرضيك عني، وهكذا. هذا هو التسليم والتوكل. إذا توكلت على الله حق التوكل رزقك الله كما يرزق الطير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.